ملعب هكمل معاك، ولكن اسال بقى كابتن محرم. كابتن محرم، كيفيه البدايه داخل النادي الاهلي؟ يعني ازاي دخلت النادي الاهلي وعرفت النادي ازاي؟ اتظبط النادي الاهلي اتظبط. ما هو المشكله ان انا قاعد في وسط انا إيه؟ عشان برضو انا مولود فين؟ انا مولود في عابدين. عابدين دي ايام بقى 52، ده كان البشوات الملك فاروق. اما الثوره بقى كانت طبعا كان الحي الجميل اللي عشت فيه بدايتي يعني. ايوه. وانتقلت عند شيراتون الجزيره. اوكي. اللي هو شارع مراد او شارع يعني نقول شارع مراد. المهم يعني في الاحداث بقى من 52 لغايه ما سياده المستشار محمود الراغب خدني وديني، كنت الوالد الوالد ابتديت التعليم في السباحه في نادي اللجنه الاهليه. نادي اللجنه الاهليه كان موجود فين؟ كان عند شيراتون الجزيره. ما كان لسه ما اتعملش. نادي اللجنه الاهليه ده كان باسم اللجنه الاهليه، كان اسمها ايه؟ اللي هي اللجنه الاولمبيه. اوكي. هي 52 ده كان اللجنه الاهليه اللي هي شبه اللجنه الاولمبيه دلوقتي. بالظبط. المنتخبات كانت بتتمرن هناك، وكنت انا بقى صغير 6 سنين. وانا عندي اتعلمت بقى التعليم كامل. تمام. وانتقلت الى النادي الاهلي سنه 52، قعدت سنتين مع الكابتن عبد الباقي حسنين، طبعا عملاق من العمالقه. ايوه. بتاعت التدريب عبد الباقي حسنين ده ليه اسم كبير، وكان بيمرن ويعلم ناس كتير من الاجيال. وعلم ده الكلام ده من 5 6 سنين بس، مش من بعيد يعني. لا ما هي اصلا معادله يعني. اصلا معادله صعبه ان انا 60 سنه او 65 اختصر في فتره زي 5 دقائق او 10 دقائق. لا اتكلم براحتك، ما عنديش مشكله. لا العمليه صعبه. 3 ساعات. عندك بص، لا هو اصل هو متعود على 3 ساعات، انا عارف ليه. المعادله صعبه، فان احنا تسلسل الاحداث هتبقى صعبه شويه. ايوه. المهم يعني ان ابويا وامي والاسره تعملوا عضويه عامله، ودخلت في النادي الاهلي. في النادي الاهلي كان سنه كام؟ 52. 52 كانت البدايه ان هم عملوا البدايه بتاعتي. عضويه عامله. وكانت كان معايا اختي نجله. الله يرحمها. كانت لعيبه يعني، بعد كده بقت لعيبه سكواش. واخويا الدكتور حسين لعيب سباحه ولعيب كرة مية، ودخل الجيش ولأ بقى لواء دكتور كبير من الدكاترة. أيوة. الجامدين. المهم يعني ان ابويا وامي في الفترة دي الطويلة دي من سنة 52 لغاية 70 ده سباحة بقى. انا بتمرن الصبح ساعتين واروح انام وارجع تاني ساعتين. دي بالظبط اليوم بتاعي كان كده. فهم ضحوا بحاجات كتيرة في حياتهم عشان انا استمر في هذا في السباق ده. كان كله داخل النادي الاهلي. جوه النادي الاهلي. خلاص بقى كده بقيت لاعب داخل النادي الاهلي. بالظبط. لاعب سباحه. سباحه. ف يعني وبعدين طبعا السباحه دي ليها مواصفات مختلفه جدا عن اللعبات التانية. وكان ساعات يهزر معايا حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي للهاندبول. يعني كانت تربطنا علاقات بقى، هيبقى عارف عدلي، علاقات جامده جدا، لان احنا كنا الوسط بتاع النادي الاهلي كان الفرق بتلعب بعض، بتروح تشجع بعضها. مش الفرق نفسها يعني، فريق الكوره يجي يشجع السباحه. السباحه كنا كان ارتباطات رهيبه. كنا بنقضي ايام اسعد ايامنا. ايوه. في الوقت ده كنا حسن مصطفى يقول لي انت بتعمل ايه؟ بتلعب سباحه ما بتعرقش. انت ما بتعرقش يا عم. انت في الميه. يقول لي تريق بقى، يقول لي انت يعني كابتن حسن مصطفى. لا هو راجل من الشخصيات الجميله. اللي يعني هو عادي طبعا. اهو الصوره دي يا شباب لكل جمهور النادي الاهلي. الصوره دي من 3 سنين بس. سبحان الله. من 3 سنين. ده شكل محمد ابنه بالظبط هنا. والله. يعني اولا الحمام السباحه ده كان عامله احمد عبود باشا. اوكي. اللي بنى احمد عبود باشا من قبل 52 كان طبعا من رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، هو اللي عمل الحمام السباحه. احمد عبود باشا. احمد عبود باشا. وقضيت فيه طبعا ايام. كان بدايته الحمام ده ال 50 متر في ال 20 متر بدايته ان هو ميه بتتغير كل يوم. كل يوم؟ مفيش كل مفيش فلتر. مفيش فلايتر. مفيش ولا تكنولوجيا. مفيش تكنولوجيا. صح صح. فالميه تتفضى اول يوم نص كده وملوها.
والعمليه والجردل يحط الكلور ازاي؟ كان بجردل جردل يتذوب بالكلور في الميه ويرمي ويرمي وانت تنط وانا تجردل. طيب